والله أنا تقريبا 4 أو 5 ساعات في مدينة تيتوان، لكنني وقعت في حب المغرب ومدينة تيتوان خاصة، هي جميلة جدا، ووقعت في حب الشعب المغربي حين دخلت مطار المغرب وتعاملت مع ضابط الجوازات. نحن تكلمنا طويلا مع البعض، وأنا فهمت أن هذا الشعب متميز ومضياف ولا أدري، لكني أحببت كثيرا. وجدت مدينة تيتوان جيدا وأحبه كثيرا بسبب هذه المرة الرابعة عندما أنا في تيتوان، وكل مرة تيتوان يعجبني كثيرا. المغرب تجذبني وتجذب كلنا إلى هنا، لأننا لقد في جامعتنا في جامعة يريفان الحكومية تعرفنا على الثقافة المغربية والثقافة العربية على وجه العموم، ولكن الثقافة المغربية مميزة للغاية والعادات والتقاليد. نحن سعداء للغاية لزيارة المغرب، وهذه زيارتنا الأولى وإن شاء الله ليس أخيرة، ونحن مبسوطون وسعداء للغاية لزيارة المغرب. تيتوان وجدت هذا لي أول مرة، كما قلت أول مرة يعني في هذه المدينة وهذه البلد، فوجدت الناس كما قلت ناس طيبة مختلفة. أنا زرت كثير من البلدان العربية، ولكن خاصة في هذه مدينة تيتوان وجدت الناس طيبة جدا، طيبة جدا ويبتسم كثيرا. ف يعني ضيافة، أنا وجدت أن هناك ناس مضيفة جدا.